هلا بدينا المرة الماضية حكينا عن في بقيس درجة حرارة الجسم. احنا قلنا انه عندي اذا الجسم هذا اي بالنسبة للبلاك بودي بتساوي ابسلون، وهاي بتعطيني قديش هذا الجسم قريب من البلاك بودي. البلاك بودي كل كل ات ستيدي ستيت ات ايكوليبريم كل الطاقة الحرارية اللي بيستقبلها بشعها، فعندي هاي كأنها 100%. الجسم العادي نسبته للبلاك بودي بتكون ابسلون اللي هي الاميسيفيتي سميناها، والاميسيفيتي اللي قديش نسبة اشعاع الراديتد باور على درجة حرارة معينة بالنسبة للبلاك بودي. فعندي هون اي بتساوي ابسلون اي دي، ووحدة اي طبعا اللي هي واتس بير سكوير متر، وهذه كمان وحدتها واتس بير سكوير متر. فانا بقارن هذا الجسم بقارنه في البلاك بودي، وراح تكون هذا الرقم طبعا ابسلون اقل من واحد، مش هيك؟ فابسلون لازم تكون اكبر من زيرو واقل من واحد او تساوي واحد اذا كانه هذا الجسم هو نفسه بلاك بودي. لما جينا مسكنا الجهاز وسلطناه على جسم معين، هاي هون عندي جسم هذا له ابسلون اكتشوال، جيت حطيت انا الجهاز اللي بشع الجهاز اللي بيقيس ففي عندي هون الراديتد باور اللي هي ابسلون لهذا الجسم اي لهذا الجسم. فاحنا لما نيجي نطلع على هذا الجهاز في داخله ابسلون ديفولت، ايش يعني ديفولت؟ كلمة ديفولت افتراضي، كلمة ديفولت باللغة افتراضي يعني المفترضة. إذا أنا مش عارف أي شيء تاني هذا اللي بفترضها الديفولت فاليو. فالديفولت فاليو مثلا في الجهاز اللي كان معكم متذكرين قديش كان؟ 0.95، مش هيك؟ فإحنا هون فرض الجهاز لأنه هو الجهاز نفسه ما بيعرف شو الجسم هذا الإميسيفيتي تبعته، ففرض هو إنها 0.95. فأنا وصل لي من هذا الجسم إبسلون. خلينا نرجع للمعادلة، حكينا إنه المعادلة إي تساوي إبسلون في سيجما في تي تو ذا 4. هلا خلينا نحط هون عندي إي، هي اي اكت اي اللي بستقبلها من هذا الجسم، وعندي هلا ابسلون اللي هو ابسلون ديفولت من هون، وتي هذه راح اسميها تي ان انديكيتد، يعني تي هي انديكيتد تمبرتشر. إذا أنا جبت هذا الجهاز وسلطته على جسم، الجسم هذا فيه له إبسلون أكتشوال، وإبسلون أكتشوال لا تساوي إبسلون ديفولت، هاي كل الفكرة الآن. ماشي، الكل فاهم المشكلة هون؟ أنا جبت الجهاز وسلطته على جسم، الجهاز مبرمج ب 0.95، ما بقدر أغير أنا 0.95، لو بغيرها بغيرها لأي قراءة، القراءة الموجودة بالجسم من هون، بس أنا ما بقدر أغيرها، فأنا سلطت الجهاز على الجسم وقست وعطاني قراءة، القراءة اللي أعطاني إياها هي indicated temperature. وفي كمان هلا هون real أو actual، خلينا نسميها actual. أنا بدي الـ actual temperature، مظبوط؟ الـ E صحيحة لأنه هي اللي قستها، مش الـ E هي اللي إجتني من الجسم، فهي ما فيها actual و indicated. الخطأ صار عندي في epsilon actual لأنها مش مساوية لـ epsilon default. ففي عندي هون تي اكتشوال تبعت الجسم، وفي تي انديكيتد اللي بقراها الجهاز، فالجهاز بيقول لي انه هذه هي تي انديكيتد. خلينا نطلع هلا على هاي المعادله. هلا هذه تساوي ابسلون ديفولت، فصار عندي هلا من تي انديكيتد راح تساوي الان اي على ابسلون ديفولت سيجما، وهاي راح تصير 1/4، مضبوط؟ هلا خلينا نربع الطرفين من هون، تي انديكيتد راح تصير القوة 4 تساوي اي ابسلون ديفولت في سيجما. هلا راح اضرب في واحد، فراح اضرب في ابسلون ديفولت على ابسلون اكتشوال، وابسلون اكتشوال على ابسلون ديفولت، بصير اضرب هيك؟ راح اضرب في واحد، اضرب في واحد، مضبوط؟ هلا راح يصير عندي ابسلون ديفولت هون، راح تشطب مع ابسلون ديفولت هون، وراح اخذ الان هدول كلهم مع بعض. ايش صارت هلا هذه عندي هون؟ هاي صارت اي على سيجما ابسلون اكتشوال. لو كانت عندي انا تي اكتشوال راح تساوي اي، في شيء ناقص؟ لا مضبوط، ابسلون هون اكتشوال سيجما.
هل هاي معادلة صحيحة؟ صحيح. لو احنا كنا نشتغل مظبوط كان الـ T actual الـ E اللي طالع منها لو قسمتها على E على E على epsilon actual راح تعطيني درجة الحرارة الصحيحة، مظبوط؟ ارفع هاي هلا شالكورة. هلا قارن هذا، شايفين هذا الشكل اللي هون؟ مش هذا بيشبه هذا الشكل نفسه هو الشكل اللي هون؟ إذا محل هذا إيش بقدر أحط؟ T actual. T actual هو 4. إذا بصير عندي هلا T indicated للقوة 4 بتساوي T actual للقوة 4. إيش ضل عندي هون مضروبة؟ لأن أنا بدلت هاي بس هاي لسه موجودة، إيش هي؟ epsilon actual على epsilon default. أنا مين اللي بدي أعرفها؟ الأكتوال. بدي أطلع الأكتوال والإنديكيتد مبين عندي، وين مبينة؟ الجهاز. الجهاز. وإبسلون ديفولت أنا عارفها من الجهاز. وإبسلون أكتوال هلا رح نطلع نشوف إذا في تيبلز تقدر تعطيني فكرة تعطيني عن هاي الأجسام. فرح يصير عندي هلا تي أكتوال للقوة 4 بتساوي تي إنديكيتد للقوة 4، بس هذول إيش بعمل فيهم الآن؟ نقلبهم مش هيك؟ واضح ليش بنقلبهم؟ من هذا بيطلع هون وهذا بينزل هون، بصير عندي إبسلون ديفولت على إبسلون أكتوال. هلا اذا بشيل الاربعة وبشيل الاربعة بحطهم الواحد على اربعة، شو بتقول لي هاي المعادلة؟ بتقول لي اذا انت جبت جهاز وسلطت هذا الجهاز على جسم والاي اللي طالعة من هذا الجسم طلعت انديكيشن هون، هاي الانديكيشن هون مبنية على اساس اي قيمة لابسلون؟ 0.5 الديفولت اللي موجودة في الجسم، وجيت انت هلا راقبت هذا الجسم اطلعت عليه وطلعت معلومات عنه وطلعت انت تقديرك احسن تقدير لانه ايش ابسلون اكتوال لهذا الجسم، هل بتقدر تصحح القراءة اللي موجودة هون؟ نقدر نصححها؟ نقدر نصححها بالشكل التالي، بنيجي نقول هاي تي اكت، طبعا هدول كلهم بالكلفن، ها؟ بضل خليهم بالكلفن واعمل حسابات عليهم بالكلفن، بتصير تي اكتشوال بدها تساوي تي انديكيتد اللي طلعت معي، بس بدي اعملها ادجستمنت فاكتور، هذا الادجستمنت فاكتور شو بيساوي؟ ابسلون ديفولت على ابسلون اكتشوال مرفوع على القوة ربع، او الجذر الرابع لابسلون ديفولت على ابسلون اكتشوال، الاحتمال هذه ايش؟ تكبر درجة حرارة ولا تنزل؟ حسب المادة عادة ابسلون اكتوال رح تكون اقل من 0.95، هلا بنشوف قيم فهذه رح تكبر، يعني معناها انه احنا اطلعنا احنا وصلنا اميسيف باور اقل من الجسم، هو درجة حرارته اعلى، بس وصلنا درجة حرارة اقل لانه الاميسيفيتي واطي تبعته، فإذا درجة الحرارة الحقيقية شو رح تكون؟ اعلى، إذا كانت طبعا ابسلون اكتوال اقل من ابسلون ديفولت، اوكي؟ أعطينا في بين ايش عندك لبعض أشياء؟ في الويز في مثلا خلينا نطلع على بعض مواد بس حتى تاخذوا فكرة، مثلا ألمنيوم مبين عندك الألمنيوم؟ في على درجة 100 polished بعطيك ماشي الومنيوم مثلا polished قديش اعطاك؟ 0.095 واضح شايفين قديش منخفض؟ بيكون منخفض جدا ايش كمان في عندك؟ highly polished بيكون 0.04 الى 0.06 highly polished 0.04 ل 06 شايفين قديش اختلاف كبير لما بقسم 0.95 على هذا الرقم عمال بعطيني تقريبا حوالي 20 في عندك اوكسيدايز الومنيوم اوكسيدايز بوينت هلا شو بتتوقعوا قبل ما تعطينا الجواب شو تتوقعوا يصير بالاوكسيدايز تكون اعلى السطح تبعه ايش راح يكون داكن هيك اذا المفروض انها تكون ايش القيمه 0.11 ايش كمان في عندك في كمان هذه طبعا ابسلون لهدول الاجسام نفس الالومنيوم معطيك يعني انواع كثير الالومنيوم تمام في شيء ثاني غير الالومنيوم او مواد ثانيه في الاسبستوس اسبستوس مثلا في اللي هي البورد 0.96 عادي خشن السطح طبيعته خشن ايش كمان في الاسفلت اسفلت ايش تتوقع الاسفلت يكون عادي لونه اصلا اسود مش هيك قديش 0.9 ل 0.98 0.9 ل 0.98 اوكي خلاص كفايه اوكي اتفضل دكتور هاي